بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلاب برحب بيكم في المحاضره الثالثه من الكونكتيف تيشو ومحاضرتنا هتكون بعنوان انواع الكونكتيف تيشو ونشوف مع بعض ازاي ربنا هيهيئ كل نوع عشان يقدر يقوم بالوظيفه بتاعته ونقول انا عندي فيه ثلاث انواع اساسيه من الكونكتيف تيشو أول النوع اللي بقول عليه الامبريونيك كونكتيف تيشو واللي بيظهر ديورينج الامبريونيك لايف وبيبقى موجود بعد كده النوع الثاني اللي اسمه كونكتيف تيشو بروبر وده اللي بيبقى موجود في الانسجه المختلفه بتاعه جسمك او في الاورجنز المختلفه بتاعه الجسم والنوع الثالث اللي اسمه Specialized كونكتيف تيشو وده بيبقى كونكتيف تيشو الكونسيستنسي بتاعته بتاعه الجراوند سبستنس اختلفت اختلفت فعشان كده عمل لي حاجه اسمها كارتليج غضاريف حاجه اسمها بون وحاجه اسمها بلاد زي ما هناخد بعد كده خليني اقول لك ان في الانواع المختلفه من الـ Connective Tissue في كل نوع مطلوب مني ان انا اعرف نوع الخلايا اللي موجوده فيه، نوع الفايبرز اللي بيكونه، كميه الارضيه بتاعتي او الجراوند سبستنس قد ايه، الوظيفه بتاعته وبالتالي الاماكن اللي هيبقى موجود فيها. خلينا نبتدي في اول نوع عندنا اللي هو الامبريونيك Connective Tissue. وخلينا اقول لك ان الأمبريونيك عباره عن نوعين اول النوع اللي بقول عليه الميزينكايمال كونكتيف تيشو او اللي ممكن اقول عليه الميزينكايم او اللي اقول عليه الميزوديرم وده عباره عن ايه الطبقه الوسطى اللي هي ايه اللي موجوده في الامبريو او الجنين طيب نوع الخلايا اللي موجود هنا هيكون ايه؟ اكيد طالما ميزينكايم يبقى عباره عن المذر سيل بتاعت الكونكتيف تيشو اللي هي عباره عن الاندفرنشيتد ميزينكايم الستيم سيلز بال بالستليت بتاعها بالبروسيسز اللي هتمسك في بعض عشان تعمل لك ايه شبكه زي ما انت شايف بالمنظر ده. طب يا ترى ايه انواع الفايبرز اللي موجوده عندي؟ والله انا عندي فيه خلايا، فالخلايا محتاجة فايبرز يدعمها، مين الفايبرز هيدعمها هنا؟ عبارة عن الريتيكيولر فايبرز. طب الجراوند سابستانس عندي الأرضية إيه؟ عادي زي بتاعة الكونكتيف تيشو بتبقى جيل لايك، عاملة كده زي الجيلي زي ما قلنا من شوية. طب هو يا ترى الميزنكايمال ده موجود فين؟ ما أنا لسه قايلة لكم، ده موجود في الإمبريو، في الجنين، ده عبارة عن الطبقة الوسطى بتاعة الجنين ها اللي إحنا قلنا سميناها الميزوديرم أو الميزنكايم. اتفقنا؟ تاني نوع عندنا اللي هو اسمه الميكويد كونكتيف تيشو والميكايد كونكتيف تيشو اتسمى كده لان الكونسيستنسي بتاعه بيبقى ميكايد بيبقى عامل زي الميوكاس ممخط لزج بس يعني اللزوجه بتاعته بتبقى عاليه يا ترى ايه انواع الخلايا اللي موجوده هنا نفس الكلام هي انواعها طالما هو امبريونيك عباره عن الاندفرانشيتد ميزينكايمال سيل الا ان هنا بيبقى شكلها سبيندل كده مغزلي مور اور ليس بتبقى شبه الفايبروبلاست طب يا ترى ايه الفايبرز اللي موجوده هنا بيقولك والله بيحتوي على كولاجين فايبرز الا ان الكولاجين فايبرز هنا ما بيبانش وليه ما بيبانش لانه بيبقى له نفس معامل الانكسار زي المصفوفه اللي هو قاعد عليها يعني ايه يعني انا عشان اشوف حاجتين جنب بعض يعني مثلا عندي في ترابيزه انا حاطه فيها قلم عشان عيني تقدر تميز الترابيزه من الألم لازم يكون الريفراكتوري اندكس أو معامل الانكسار بتاع الألم مختلف عن الترابيزه عشان أقدر أشوفهم كحاجتين منفصلين. لكن لو الألم الريفراكتيف اندكس بتاعه زي الترابيزه مش هقدر أشوفه. فالكولاجين فايبرز هنا بيبقى معامل الانكسار بتاعه زيه زي الماتريكس اللي قاعد عليه فعشان كده ما بيبانش. طب جراوند سبستنس وضعها إيه؟ والله بص الأرضية بتاعتي بتبقى كمياتها كبيرة أنا شايفاها هو الأرضية وبتبقى شكلها إيه؟ بتبقى كده إيه لون أزرق فاتح أو فايلوت متجانس عامل كده زي لون السماء بقول عليه بيزوفيليك وهوموجنس طب هو ليه بيزوفيليك؟ لإن هو بيحتوي على الهيالو يورونيك أسد وخلي بالك الهيالو يورونيك أسد هنا كميته بتبقى كبيرة كبيرة بحيث ان الاجريجيت بيبقى كتير بحيث ان الكونسيستنسي بتاع الكونكتيف تيشو ده بتزيد فيه اللزوجة ها لدرجة ان هو اتسمى وورتون جيلي وكلمة وورتون على اسم العالم اللي اكتشفه جيلي انه عامل زي الجيلي جيلي جيلي كده بالظبط وعشان كده برضو اتسمى ميكويد كونكتيف تيشو طب هو موجود فين؟ موجود في مكانين اول حاجة موجود في الامبلايكا الكورد او الحبل السري الحبل السري ده شباب بتاع الطفل لما بيتولد بيبقى عباره عن اسطوانه كده بيبقى فيها ثلاث اوعيه اتنين ارتري وفين ما بينهم بيبقى فيه الميكويد كونكتيف تيشو ده خليني اقول لك حاجتين عشان تتخيل قد ايه الميكويد كونكتيف تيشو ده يستحق هذا الاسم لو جيت كده دبحت بقره حامل تمام خد الحبل السري بتاعها وشق نصين بسكينه وتعالى كده اكحت بطرف السكينه الحبل السوري ده من جوه اكحته هتلاقي كده بالظبط ماده زي المخاط طلعت معاك اهو المخاط ده هو عباره عن ايه الميكويد كونكتيف تيشو خليني اقول لك برضو ان الميكويد كونكتيف تيشو ده مصدر مهم جدا لمين للاندفرانشيتد ميزينكايمل سيلز مصدر مهم جدا للخلايا الجذعيه اللي بيستخدم حاليا في ايه في التجارب بتاعه علاج الامراض المختلفه طب هو موجود في الميوكويد كونكتيف تيشو لا ده موجود كمان في البالب اوف ذا جروينج تيث يعني ايه البالب اوف ذا جروينج تيث يعني السنه الدرس تمام بيبقى فيه جواه كده جزء اسمه البالب اللي هو بيحتوي على الفيسلز والنيرفز الاوعيه والاعصاب البالب ده بيبقى جواه برضو فيه ميكويد كونكتيف تيشو فعشان كده البالب اوف ذا جروينج تيز ده بيستخدم كتير جدا عند اطباء الاسنان كمصدر للخلايا الجذعيه ها اللي بتستخدم في علاج كثير من امراض الفكين في طب الاسنان. اتفقنا يا شباب؟ ودي كده مقارنه عملتها لكم ما بين الميزنكايمال كونكتيف تيشو وما بين الميكويد كونكتيف تيشو هسيبها لو حد عايز ياخدها سكرين شوت.